غريبة قوي دي، ما حسيتش بيه خالص. لا ما هو هشام جواني كده. جواني؟ ايه يا بنتي الفاظك دي، انت ادمرتي قوي على فكره. انا قصدي يعني الكرتون في نفسه. وبعدين هو ما بيتكلمش كتير بس ساعات بيهزر، بس اليومين دول متغير. متغير ازاي يعني؟ طول الوقت عمال يعلق على دخني، ومش عاجبه ان انا ما بخرجش طول الوقت قاعده في البيت. وطبعا مش عاجبه موضوع النقاب ده. مش عاجبه؟ مش عاجبه ازاي يعني؟ هو نسي ان انت سبتي نجوميتك وسبتي شغلك وسبتي كل حاجه عشان خاطره؟ متضايق قوي حضرته من شويه تخن. يعني انا بقول كده برضه. والله باين ان كل الرجاله وسخه زي بعض. لا هو هشام مش وسخ، لا هو مش كده خالص. دلوقتي بقى مش كده. عموما انت كده كده قمر اصلا. تخنتي ما تخنتيش قمر زي ما انت. وبعدين هو حد يطول ان هو يقرب من ربنا؟ طب يا ريتني انا اعرف اتحجب ولا اتنقب زيك، يا ريت. ما انا برضو بقول دي حاجه كويسه يعني. طبعا كويسه. وبعدين بقى لو في حد لازم يتغير يبقى هو اللي يروح يتغير مش انت. هو نسي ان انت السبب في كل العزه والهنا اللي هو فيه ده؟ بقول لك ايه، هو صحيح اخوكي رامي مش غيران خالص من هشام واللي هو فيه ده، ولا متلنا عادي زي ما هو؟ زوجتك نفسي بنفسي. زوجتك نفسي بنفسي. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. قبلت زواجي منك على سنة الله ورسوله. مبروك، ألف مبروك.